مرحبا صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، اشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد. رمضان عم يمشي بسرعة هيك، يا رب الله يغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب. اليوم هيك اول ما فقت قلت لحالي، شفتوا انتم ما شاء الله نحن الشغل ما بيخلص عنا. بهذا اليوم صار هيك كتير شغلات حلوة. كتير منكم قال لي انه روحي صلي التراويح، انا عم بروح بصلي التراويح، وان شاء الله اليوم بدي اشارككم هيك اجواء صلاة التراويح، أجواء اللي موجودة بأربيل برمضان. كتير أجواء حلوة بتجنن، هي أول مرة بعيشها وكتير مبسوطة فيها. انتو اكتبوا لي كيف الاجواء رمضان عندكم، من اي بلد عم تتابعوني، وشو الاجواء اللي عندكم، شو الشغلات المميزه. هلا بهذا اليوم كان يومه كانه يوم عيد النيروز، يعني عيد الاكراد. انا يعني بسمع فيه بسوريا، يعني نحن عنا اكراد بسوريا، فما كنت يعني بحياتي حضرت هيك عيد النيروز وعيد الاكراد، ولا مره شفتهم شو بيعملوا شو بسووا. هي اول سنه صراحه، انتوا كتبتوا لي بالتعليقات انه حضري كتير كتير بجنن عن جد، اول سنه بحضره او بشوف عيد النيروز. بهالمناسبه كل عام وانتم بالف خير لاهل كردستان والشعب الكردي بسوريا والعراق وبكل مكان. والله صاير فينا عم نحتاج شو نطبخ، فأنا كنت قاعدة عم فكر شو بدي أطبخ، فتذكرت إنه يعني بلش رمضان وصل له وقت وأنا لهلا ما عملت ولا فتة. عملتوا فتة ولا لسه؟ فقلت يا مخلوقة مالك غير فتة باذنجان غير شكل. هلا هي مختلفة عن فتة المقدوس، وكل وحدة إلى طعمة وكل وحدة بتختلف عن الثانية، وكل وحدة إلى طريقة. هلا اليوم رح أحكي لكم عن طريقتها، كتير سهلة. بيني وبينكم بدها كتير مكونات صراحة، هاي الطبخة مكوناتها سهلة موجودة بالبيت، بس مشكلتها فيها كتير شغلات. مثلا قولي الباذنجان، تمام، وسوي اللحمة مع البصل والبهار والملح والفلفل الأسود هالشغلات، واعملي مية البندورة، البندورة ومع بصل ومع هيك شوية زيت مع ملح وبهار كمان، هي صوص البندورة. وكمان بدك تقلي المكسرات تحطيهم على جنب، وأكيد ما رح ننسى شو هي الطحينية، يعني هي البدوة هي عبارة عن توم ولبن وطحينية وعصرة ليمون وملح، وهيك بتصير جاهزة. يعني فيها كتير شغلات، بس هي عن جد بعد ما تسووها عن جد طيبة كتير. بعد ما جهزت الفتة قلت رح أعمل طبق تاني
كتير كتير طيب. أنا دايقته بماليزيا وبأربيل، يعني بنصحكم تجربوه، راح تحبوه ولادكم راح يحبوه. اسمه ريزو كنتاكي، كتير لذيذ. هلا أول شيء أنا هون عم بسوي يعني خلطة الكنتاكي، يعني خلطة الدجاج، هي عبارة عن كاسة طحين، نص كاسة نشا، بعدين نضيف البهارات، هي ملح، فلفل أسود، بابريكا، كزبرة، توم بودرة، بصل بودرة، كمان هيل، كمان يعني أي مكونات تحبوا تضيفوها بتقدروا، ومع كاسة حليب عشان يصير الخليط ما هو متماسك، عرفتوا؟ بدنا ننقع الدجاج فيه حوالي ساعة، ومثل ما شفتوا صدور الدجاج مقطعة مربعات. هلا قلت لحالي رح اطبق الفته لبين ما ينتقع الدجاج. اول شيء حطينا صوص البندوره، بعدين اللحمه، بعدين الباذنجان مقلى، وبعدين الخبز المقلى، وبعدين الطحينيه. تمام، هلا الطحينيه انا بتجي هيك لونها لان الطحينيه هون لونها غامق، عرفتوا؟ بعدين بضيف فوقها الزينه اللي بتحبوه، تزينوها رمان، خبز مقمر، باذنجان، اللحمه، كل هالمكونات، المكسرات، البقدونس اللي بتفضلوه. هلا ريزو الكنتاكي، يا اما بقدمه تحت الكنتاكي بطاطا مقليه، يا اما رز، فانتوا حسب ما بتحبوا. فانا هون كنت عم بعمل رز، مثل ما شفتوا حطيت سمنه وزيت وبصل ناعم، قليته شوي، بعدين كنت غاسله رز طويل، غاسلته منيح من دون ما انقعه، بعدين ضفته، بعدين ضفت البهارات، الملح، الفلفل الاسود، البابريكا، الكركم والكاري، حركتهم منيح مع بعض، وبعدين مسكر عليه الغطا ولحاله بيستوي، يعني ما بده وقت كتير. هذا الصوص بنحطه على وش الكنتاكي، هو عبارة عن كاتشب، مايونيز، خردل، بنحط كمان هذا صوص الهامبرجر، بيكون مثل صوص الصويا كمان إذا بدكم تستبدلوا فيه، وشوية مي، وبنخلطه مع بعض. هذا الشراب اسمه نادر بدال فيمتو، جربته صراحة ما كتير عجبني، مو مثل طعمة فيمتو، فيمتو أطيب، فأنا بضيف له ليمون، نعناع، فريز، كمان نيبوز، كتير كتير كان طيب، أنا كتير بحبه لفيمتو. جاهزين للأكل؟ أيوة. يلا مين بده يشرب عصير؟ أنا ما بدي. والله كثير طيب عصير. هاي كولا؟ عصير. شو؟ أنا بدي كمان. بدي أجرب أقول سيريس. أوكي. أعطيني أعطيني زي صحنك. أوكي. أعطيني صحنك. هاي.
واخذ هاي انا كمان اكيد. او بابا هاي بالاخير اول شيء كل دجاجه. ايه لما عملت فتة مسخن كان فظيعة عن جد. اللي ما جربها عن جد بكون خسران. كان اليوم الجو مثل أجواء الشتاء الباردة، والهيك بتحبوا تتكنكنوا بالبيت، بس أنا صراحة أنا بحب بالشتاء أطلع ما أتكنكن بالبيت. فكان بعد ما خلصنا أفطار الجلي على مين علي يا حذركم، والله عن يعني جد كل ما بجلي الجليات بقولي الله شو كان عندي جلاية، قديش بنعمة كنت وموني حاسة فيها. عن يعني جد في فرق كبير بين الجلاية وبين تجلي على إيدك، يعني فرق مستمر. فإذا كنت بدي أشتري بمستقبل شيء أول شيء جلاية، لأنه عن جد أنا برتاح فيها، خصوصا يعني بشتغل كتير فهي كتير بتساعدني. وأماني خبروني الجليات عليكم ولا على الجلاية، ولا اليوم الدور عليك ولا على الدور على أختك؟ أحلى أيام هاي الأيام. كل ما اقول لحالي يلا يا تسنيم خلصتي تطلع لي شغله جديده، هاي الكراسي مو بنقعد بناكل وعندي اطفال فاجباري ما راح تضل نظيفه، وخصوصا لونها سكري، فالسكري والابيض فورا بتوسخ وببين عليه. احيانا على فكره ما بكون يعني اكل او كذا، بس هيك طفل حط اصبعته فورا بتبقع. فهون انا بجيب ملمع الجلايه وفوطه مبلوله مي وبمسحهم، ما احلاها بيروح كل شيء. حتى هاي الطريقه بستخدمها للفرش وللسجاد، بنصحكم فيها كتير. بعد ما خلصت شغل حملت حالي فورا ورحت على الجامع. نحن هون بكل مجمع في جامع احنا نصلي صلاة التراويح، الله يتقبل منا ومنكم يا رب. بابا فوما بابا فوما صلى بابا. شو بدي احكي لكم، ذكروني بصلاة التراويح بسوريا لما نروح انا واخواتي على الجامع، وهيك الناس جاي بغطوات الصلاة، لانه قلت لكم الجامع جوات المجمع، كل مجمع فيه جواته الجامع، وكانوا عم بزعوا مي مجانا، الله يتقبل منهم، عن جد شعور لا يوصف والله. الله اكبر.
نشتري من السوبر ماركت. هلا هن برمضان بيعملوا عروض كتير قويه وخصومات عاليه، فجينا على ماركت مجدي لانه فيها عن جد عروض حلوه وفيها شغلات مميزه، وكل مكان مكان مميز، حتى المول فيه اجواء رمضان. ففكرنا اليوم في فعاليات رمضان، فكان يوم احتفال بعيد النيروز، عيد الاكراد مثل ما قلت لكم، وكانوا مشغلين النار هيك برا، وكان الجو برد ومطر، ونفس الوقت هون شغال النار، ومن جهة تانية النافورات، ومن فوق المطر عن جد شعور لا يوصف، كتير بيجنن عن جد، كتير حلو يعني. الله يهنيهم هيك فرحانين ومبسوطين، والله يسعدهم يا رب. من جد قد ما حكيت لكم وقد ما فرجيتكم الواقع أحلى بمئة مرة على فكرة، والله العظيم يعني ظالمة كتير المشهد على فكرة. فعن جد لما هيك بشوف حدا مبسوط عن جد أنا كتير بفرح، لأنه عن جد بيكفي حروب، بيكفي كل شيء عم بصير فينا، أحلى شيء السلام والسعادة. شفت لكم بالسوبر ماركت الكشري، اكتبوا لي بالتعليقات طيبة هاي الكشري اجيبها ادوقها ولا لا، الكشري بمصر اطيب. انا كتير حابة ادوق الكشري، فهي شفتها عندهم فكنت حابة اجيبها، بس ما بعرف احترت، فاكتبوا لي اذا مجربينه طيبة احكوا لي عنها. والله قد ما قلت لكم لما بفوت على السوبر ماركت هاي بنحتار شو نختار، وما شاء الله طلعوا ناس عم تتضيفوا فبتزيدوا كليات من وين ما بتعرفوا. فعاليات موجودة كل أيام رمضان بكل المولات أربيل، ما بعرف باقي المناطق العراق هل موجودة ولا لا، عن جد هي كتير حلوة وكتير مميزة، بتنبسطوا بتقضوا وقت حلو ولادكم بنبسطوا كمان. إذا عم تحبوا فيديوهاتي وعم تعجبكم، إذا بتحبوا تدعموني بتدعموني باللايك، تشتركوا بالقناة وتشاركوا الفيديوهات لرفقاتكم عشان تكبر عيلتنا أكبر وأكبر. بشوفكم فيديو جديد، والله بقولكم سلام.